السلام عليكم أخواني الرياضيين. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الأهلي المصري بطلا للمرة 14 لكأس السوبر المصري، وهذه في النسخة السادسة التي تقام في أبو ظبي. طبعا من سنوات أصبح السوبر المصري يقام في الإمارات وتحديدا في أبو ظبي، فهذه المرة 14 الأهلي يحرز لقب كأس السوبر، وكان على حساب هذه المرة فيوتشر النادي الحديث اللي هو شأن سيراميكا، وبيراميدز الأندية الاحترافية اللي نشأت في مصر. ففيوتشر طبعا أيضا يؤدي مستويات جيدة، أصبح يكاد يكون هو منافس الأهلي، يعني تقريبا فيوتشر يكاد يكون ياخذ دور الزمالك في الدوري المصري في البطولات المصرية، وإن كان يعني صعب لأن تعرفون قيمة الزمالك كقطب ثاني للكرة المصرية، ولكن الواقع الحال أن فيوتشر أصبح حاليا هو المنافس للأهلي. ففيوتشر خسر أمام الأهلي العتيد 4-2، لكن المباراة طبعا بوقتها الأصلي كانت ندية، وإن كان الأهلي طبعا الطرف الأرجح، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. في الأوقات الإضافية هنا الأهلي أثبت خبرته وتفوقه، واستطاع يهدني في 2 ويفوز بالنتيجة النهائية 4-2. طبعا كذلك عندنا بيراميدز أحرز المركز الثالث في المباراة اللي سبقتها بعد فوز على سيراميكا 5-4 فارق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد أن انتهت مباراتهم بالوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف. وبهذا طبعا بيراميدز يحرز المركز الثالث في كأس السوبر المصري، اللي طبعا شهد جمهور كبير وغفير، وهذا من عادة كأس السوبر المصري اللي يقام بالإمارات. تعرفون جالية مصرية كبيرة بالإمارات، وبعض العرب أو المقيمين أيضا يحضرون مباريات ندية جميلة، وطبعا تعود بالنفع على خزائن الاتحاد المصري والأندية المنافسة. لهذا هم يعني يلعبون خارج الديار تحديدا في الإمارات. طبعا هذا مو توجه غريب، وأندية عالمية تلجأ له، يعني كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي يقامان في السعودية، في قطر أيضا قيمة فترات، فهذا شيء شائع وما ضير عليه، وبالعكس هذا يؤكد متانة وقوة الأندية المصرية خصوصا الأهلي القاهري. تحياتي لكم ومبروك لجماهير القلعة الحمراء.